صرخة أطلقها فريق الغوص الكويتي بالمباراة الشعبية التطوعية للبيئة للجهات المعنية للتدخل السريع لحماية ساحل عشارج من التدمير والتلوث. وهذا التدمير ناتج عن رمي المخلفات الصناعية وشباك صيد وغيرها من قبل بعض المنتفعين والمقاولين في ساحل عشارج الواقع شمال مدينة الكويت. تفاصيل أكثر في التقرير الذي أعدته انتصار ذياب. قبل شهر واحد فقط كان هذا الشاطئ نظيفاً تماماً بعد أن قام فريق الغوص وبالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة وخفر السواحل برفع حطام 42 سفينة وقارب، بالإضافة إلى عشرات الأطنان من شباك الصيد المهملة. إحنا اليوم في ساحل عشارج. ساحل عشارج يقع في شمال الكويت في منطقة الدوحة، وهذا الساحل من أفضل وأجمل أماكن في الكويت. ومع الأسف الشديد بعد هالجهد الكبير والحملة الإعلامية التوعوية الكبيرة لكل فئات وقطاعات المجتمع، اليوم إني نشوف بعض المقاولين مع الأسف قاعد يرمون مخلفاتهم والرد مرة ثانية كأن ما سوينا شيء. فهذا الأمر شوية أزعجنا، وكان ودنا أن الأخوة في قناة الوطن ينقلون للحسرة اللي فينا في هذا المكان. هذه المخلفات تشكل خطراً على البيئة وخاصة البحرية، حيث تؤثر سلباً على الكائنات الحية، بل الأمر أبعد من ذلك. وحين احنا بعد مع الاسف جايتنا موجه حر واحتمال يصير نفوق ضخم على الاسماك نظرا لهالملوثات. اليوم واحد توي يقول لي ان الجون متروس ديزل، والديزل هذا كله مع الاسف قاعد يقطون اللنجات. ابدا ترى ما في رقابه، يعني ما حد قاعد يتابع، يعني انا كمقاول اقط اللي ابي وما حد يقول لي شيء. وجل ما يطالب به فريق الغوص الكويتي هو الاهتمام من قبل الجهات المسؤوله في الرقابه الدوريه لمثل هذه المواقع ومحاسبه المتجاوزين وتنظيم عملية رسو السفن. ولمناقشة هذا الموضوع معنا في الاستوديو مسؤول المشاريع البيئية في فريق الغوص الكويتي التطوعي الأستاذ محمود أشكناني. حياك الله أستاذ محمود. بداية ودنا نتعرف على المخاطر من خلال إلقاء المخلفات على ساحل عشارج. بداية أول شيء أحب أشكر الوطن على اهتمامه في البيئة. حياك الله. طبعا المخاطر هي كثيرة جدا، ونحاول أن نوجزها في هاللقاء. أن رمي المخلفات في مواقع معينة وخصوصا على الساحل تؤدي إلى ترسب الطمي والمخلفات، قد تكون الصرف الصحي أو أي كان، فمجرد ترسباتها في الموقع وعدم حركتها، بالإضافة إلى وجود عندنا أخطاء هندسية في المنشآت اللي تقام على السواحل خصوصا في الجون وساحل عشارج، أنها يتم امتداد في عرض البحر، وهذا يؤدي إلى إعاقة حركة تيارات المياه، مما يؤدي إلى ترسبات خصوصا الطمي هي تكون خفيفة جدا مع بعض المواد اللي تكون في الماء، تؤدي إلى ترسباتها في الجهة الشمال الغربية لهذه الامتدادات اللي تعيق الحركة. فنجد معظم الامتدادات اللي موجودة في السواحل الجهة الغربية هناك ترسبات طمي، والجهة الشرقية رمال، وهذه الترسبات يعني التيارات المائية تكون تدور في محور ما تؤدي إلى ترسباتها. هذه من جهة. مع وجود المخلفات تؤدي إلى تراكم هذه الترسبات ووجود تفاعل كيماوي إلى تأسن المياه والطمي، فاللي يروح هناك يشوف ريحة كأنها تكرمون ريحة مجاري، وهذه التأسن طبعا ضار على البيئة، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى اختلال واختلاف شكل السواحل. السواحل قد تكون بشكل معين وتؤدي مع الترسبات وبجهات معينة، فنجد أن السواحل يختلف شكلها، بالإضافة إلى أن هناك عامل خطير جدا وهو يؤدي إلى اختلال في توازن الكائنات البيئية اللي عايشة في هالمكان. مجرد أن وجود عامل يؤدي إلى تكاثر نوع معين من الكائنات، طبعا هذا التكاثر راح يكون على حساب الكائنات الأخرى، بالإضافة إلى وجود الحشرات والقوارض اللي تكون موجودة على هذه المخلفات. وأكو جانب خطير يجب أن نتسلط عليه خصوصا اللنجات الخشبية. يعني إحنا ترى في بداية نهاية 2010 وشهر 1 2011 أزلنا 42 حطام سفينة في هذا الموقع، بالإضافة إلى عشرات الأطنان من المخلفات والطمي، ويتم إعادتها طبعا الفضل وبجهود راجعة إلى لجنة الإزالة في مجلس الوزراء مع فريق الغوص والبلدية والسواحل. نعم. يعني تشاركنا. الآن كيف نوقف هذه الممارسات، ويعني أي الجهات اللي تقع عليها المسؤولية؟ شوف احنا قبل لا نضع اللوم على الجهات، لأن اكو كل جهة في الدولة لها اختصاصات ونظم تأطر عملها، فاكو هناك
خلل أو فجوة بين هذه الاختصاصات. يعني احنا لو جينا قلنا حق البلدية ان يا بلدية هذه بما انها على الساحل شغلكم، يقول لك القانون يقول ان احنا من اعلى مد وصاعد للبر احنا اختصاصنا. عندنا موقع هو اللي يسمونها المناطق المتكشفة بين اعلى مد وادنى جزر، هذه المناطق ما لها جهة يعني مسؤول عنها. يعني إذا يدقلنا حق المؤسسة، مؤسسة الموانئ أو وزارة المواصلات، يقول لك أنا بحر هذه مناطق مولي، فأكو خلل في هالمواضيع. ثاني شيء، قبل لا نقول حق الجهات أو من المسؤول شلون نوقفهم، يفترض أن يكون هناك وضع نظم أو آلية للحد من هذه، طبعا من هذه الظواهر، وعلشان نضع حد من الظواهر. يعني مو من الإنصاف أني نناقش الموضوع بس من جانب بيئي، ما نناقش من جانب آخر متطلبات الناس، لأن إحنا عندنا يعني فئة لا يستهان فيها تعمل في مقاولات البحرية والعمل البحري والإضافة إلى الصيد، فهذول عندهم متطلبات، يفترض أنك أنت تلبي متطلباتهم أو على القليل تنظم متطلباتهم، بعدين تطالبهم بالمحافظة على البيئة. فمتى ما قدرنا أن ننظم هالعملية أو نحد جهة معينة هي تكون مشرفة أو منظمة لهالعملية، نقدر نقول. يعني إحنا اللي يقول السفن اللي يشتغلون في المقاولات البحرية، هذا بين فترة وفترة محتاج إنه يسوي صيانة حق قاربه، ما عنده موقف، يعني ما في مكان مخصص انه يضع قاربه فيه، او ساعات يكون عنده يبي موقف. يعني لازم توفر التشريعات، توفر يعني سبل الراحه قبل ان توفر التشريعات الرادعه. توفر له، يعني لا يمكن جانب نهمل الجانب الاقتصادي، يعني اكو جانب اقتصادي مهم بالبلد، يعني انت تناقش البيئه، جيد البيئه، لكن العامل الاخر هو جانب اقتصادي، يفترض انك انت تراعي وتهيئ له السبل اللي يؤدي بصوره صريحه، بعدين طالبه بالنظم والامكانيات، واذا قد نتطرق شنو ممكن اكو بدائل، النظم والامكانيات، وبعدين إذا تجاوز عاقبة بشد العقوبات. نعم. الآن يعني بين فترة وفترة نسمع عن يعني حملات تطوعية لتنظيف الشواطئ، هل هذه كافية؟ والله شوف، يعني هي عامل جيد وعامل يعتبر عامل مشجع وعامل توعية للبيئة. الحكومة قاعد تؤدي دورها وقاعد تساند، يعني احنا كفريق غوص وهناك عدة فرق تعمل، والحكومة قاعد تساند الكل وتدعم الكل، لكن الأنشطة قد تختلف. طبعا التدخل الحكومي شيء ضروري، والرقابة الحكومية شيء ضروري، والأداء اللي يقوم فيه كأفراد مجتمع، طبعا هاي صورة حضارية، انت لما تقول اكو جهات متطوعين ويشاركون في بلدهم يخدمون الجهة البيئية او اي جهة ثانية، فهذا يبين دلالة على حضارة المجتمع والكويت، فهو جيد. لكن نتأمل ان تكون هناك جهة معنية اكثر، او خلينا نقول لجنة من الجهات اللي ذات اختصاص اللي لها لو جانب معين، ويضعون الحلول ويجتمعون مع الجهات اللي ممكن كفرق تطوعية، ويشوفون شنو الآراء اللي ممكن أو الحلول اللي ممكن تنظم هالعملية. نعم، أستاذ محمود أشكناني، رئيس أو مسؤول المشاريع البيئية في فريق الغوص الكويتي، شكرا جزيلا. حياك الله، أهلا وسهلا، وأشكر الوطن مرة ثانية.